أيها المؤمنون عباد الله، رسولكم صلى الله عليه وسلم كان يجد في العشر الأخير من رمضان فيما في العمل الصالح بما لا يكون منه في سائر الزمان، وما ذاك إلا رغبة فيما عند الله تعالى، حرصا منه صلى الله عليه وسلم على الفوز بعطاء الله تعالى ورضاه، فإنه جل في علاه يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحب أن يرى من عباده صدقا في الإقبال عليه وبذلا بما يمكنهم من صالح العمل.